أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قمت بزيارة أحد الأقرباء، وقام واتصل بأحد المطابخ لعمل وليمة أي ذبيحة لي، وحلفت عليه أن لا يذبح الذبيحة لأني لا أريد الخسارة له وأنني لا آكل اللحم، وقال لي لم أتصل بأي مطبخ، واتضح بعد ذلك فعلا أنه اتصل بالمطبخ لعمل وليمة، وأثناء الغداء تأكد لي ذلك، وقمت وأكلت الرز فقط وليس اللحم وسمك من بيته فقط، فهل علي كفارة يمين على حلفي؟ وما قيمة الكفارة بالدراهم السعودية؟ وهل يجوز لي أن أدفعها في بلدي؟ إذا كنت حلفت عليه أنه ما يعمل شيء وعمل، عليك كفارة. أما إذا كنت حلفت أنك ما تأكل منها، ما حلفت عليه أنه ما يعمل وليمة، لكن حلفت أنه أنك ما تأكل منها، يختلف الحال باختلاف الاحتمالين. فإن كان الاحتمال الأول هو أنك حلفت عليه أنه ما يعمل وليمة وعملها، فإن عليك الكفارة، لأنه حنثك في يمينك، فيكون عليك الكفارة، وهي إطعام 10 مساكين، لكل مسكين 1.5 كيلو من الطعام، أو كسوتهم، كسوة 10 مساكين، كل مسكين له ثوب، أو عتق رقبة إذا تمكنت من العتق، والعتق غير موجود الآن. ولا تكون الكفارة بالنقود ولا بالريالات، لا السعودية ولا غيرها، إنما تكون بالطعام أو بالكسوة، بالطعام أو بالكسوة. فإن لم تستطع فإنك تصوم 3 أيام. هذا سائل يقول: إنه يعيش في بلدة وأهله وأولاده في بلدة أخرى، ويجوز أنك تطعم هنا، تخرج الكفارة هنا في السعودية أو تخرجها في بلدك، أي خالد، المهم أنك تخرجها في أي مكان، للفقراء، تعطيها للفقراء في أي مكان، فقراء من المسلمين، لفقراء المسلمين.